بون السلام عليكم الخوارج، باخوكم بيان انتيك الى اخره. اليوم نحكي لكم على سوجي تري امبورطون اللي هو لا رونتري سكولير، الدخول المدرسي. المدرسي 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 بون ما هو الدخول المدرسي في الجزائر؟ هو النهار اللي يقراو كاع الولاد في الجزائر. ما كاش منها. انا نحب الدراسه، نحب نقرا، نحب نجي الاول باش ماما تفرح ليا وتشري لي جائزه ونولي طبيب. شكون هذا؟ شيت كيل هيم ماذر فاكرز نيجر. بون نوليو سوجي تاعنا. الدخول المدرسي في الجزائر هو النهار اللي يقراو كاع الولاد في الجزائر سختو انا. بصح انا كملت قرايتي الوغ ما نزيدش نوض بكري باش نروح نقرا. بصح دوك راك حيتيس. ما عندك الحق يا خو، انا غير قاعد لا خدمة لا والو. بصح حتى ثاني قاعد تلحقني. قبل الدخول المدرسي كانوا عند العفسه اللي سير بلي كاع درتوها اللي هي تبدا تحسب شحال من نهار بقى لك قبل لا رونطري، وكل ما ينقصوا نهارات كل ما يزيد لو ستريس. حقا شحال بقى من نهار على لا رونطري؟ 5 ايام. Nano, the love to your right, leave you in the same any night. Yeah, there is something in your eyes. حقا شحال بقى من نهار على لا رونطري؟ 3 شهور. اسمح لي والله نعيط. والله والو يا اخو، والله ما لحقت. ديت معايا مدير الطبيب. مدير ما تعرفوش مدير بوتوا رسمي ما تعرفوش مدير. ايه راح الطبيب كان يحسب روحو اونسينت، والطبيب قال له لا راه كرشك منفوخه بالماكله ولي غاز. ايه حقا دخلت عليك الغدوه. كنت بقالي لها وحده برك اللي منها غدوه لا رونطري، زعما خلاص خلاص وكاع نهارات. تسب الاولاد في الليل كيروحوا يغدو جينو مو كاع نفس المنام، لاجيني كومبليت نوم نفس المنام، وليه هو؟ قامت جماعات إرهابية بتفجير جميع المدارس الموجودة في الجزائر وحتى الجامعات، لكن الجامعات تركوا الأماكن الخالية ومناطق الترنديف والكوانات ما فجروهاش، وبذلك تعلن وزارة التربية عن سنة بيضاء لعدم توفر الأماكن الدراسية. ما كاش قراية هذا العام صحيتو؟ لا لا أنا ينوم الأزهار والمعلمين توانا يضحكوا معنا والمدرسة الشابة حالة. شت مازالو عايش. وقت الحق لاونطري نتلاقى مع صحابك صباح وتروحوا مع بعض الليسي وكذا. تسيب دو كاتيجوري تاع الناس. كاتيجوري نيميرو 1 تسيبو يضربوا فيها حتى الرجال يلبسوا لبسه جديده، تقولش هم رايحين بون دو ميو ولا رايحين العرس ولا سهرانين. اوف باغي يهبلوني بدي فوتو جون لي باباغازي جو بو با مو انا اللي راح نقرا انا مانيش راح شي با هوليوود. واش يعني هذا؟ اتون دونك خوز ديال جيرا صح اخو صافا بيان يا اخو مازال في هضرتي باش نروح نجوزو لي فيهم مع بعض. هيا عندك تشاو هلا. كاتيجوري نيميرو 2 تقولشي مازالو في دارهم ولا وراقد ولا ماشي جو سي با. كاش دخل عليهم مي جينيرالمون معاودين ولادو بلي نسيبهم هما اللي ميلبسوش حوايج جداد وما يضربوش فيها حتى انا لا رونطري. زعما عقلية غونغستر يا خو. يا خو انا راني جاي نقرا مانيش جاي نصدر. نقرا بصح كون قريت قراني جبت عامي. وكاين واحد الفئة من المجتمع تاعنا نشوفها غير نهار لارونطري سكولار، اونفا نشوفها في نهار الاخرين تاع القراية واللي هي لي حيطيس لي نسيبهم يدراكيو عند لي زيكول. وتسيب كاع لي كاتيغوري كبار صغار مطلقين شيوخا دي كريمينال. والله ما كاين والو راهي ناشفة اليوم ما كاين والو. ايا دانون 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 كاين واحد ما طيبوناش كاع هنايا.
راه نشوف كاش بريمير واحد اخر. الحاجه اللي ديرونجيني بزاف في لونطري سكولار كي ندخل للكلاس ويقول لك الشيخ هيا سكر بلا 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 سكر خذ سكر هيا شدوا كاع ورقه وسيرو وكتبوا اسم باباكم اسم يماكم باباكم شي يخدم شحال يخلص ولا يماك تخدم ثاني كتب لي شحال تخلص ثاني دغيا خذ سكر بيتان حسوا راه يساوم فينا يا زاح والحاجه اللي يديرون شي بابا في لونطري سكولار كيقولنا الشيخ هاي ماركي قائمة الادوات المدرسية بلا بلا وكتب 17 كروس تاع 96 صبحة اكتب 55 كروس تاع اعمال تطبيقية اكتب 17 كلاس اكتب 87 كروس تاع رسم اكتب السيروات كاع الالوان تاع الدنيا اكتب طب راسك جيب وخلاص اكتب استاذ استاذ ما سمعتش قلت مع الاخر عاود من فضلك وشنو؟ ما نعاودش ما نعاودش انت وين كنعقل ما نعاودش ها هذا يشوف وتما بابا كيجبد لك الجمله المشهوره اللي سمعناها كاع مره في حياتنا واللي هي حنا بكري ما كان عندنا والو بصح قارينا مي بيناتنا ميم والدينا كيقولوا لنا هذيك الهضره بصح عندهم الحق باسكو ماغري وقتهم كان صعيب وما كانش عندهم ظروف ملائمه باش يقراو بصح هكذاك قراو ونجحوا اون بليس دو سا وقتهم كان بزاف حلو ميم في وقتي انا برك ماغري ماشي بكري غير هنا انا برك مي كانت بزاف هايله بزاف حلوه نخرجوا مع العشية من القراية نجريو باش نتفرجوا ميكي تاع الخمسة نتفرجوا صباح ميكي في صباحية تاع السبعة قبل ما نروحوا نقراو صباحيات ما تعرفوهاش ليا تي في هاي دوكا ولات صباح الخير تعرفوهاش معليش وي صح حنا ثاني ما كناش نحبوا نقراو مي او موا كانوا عندنا لي ريزون تاعنا علاش ما نحبوش نقراو وانت حليت التمرين ولا لا ما حليتش علاش ما حليتش نسيت صح معليش تمرينة مي كل واحد من لا جينيراسيون تاع دوكا ما يحيش ليكزارسيس ديالو زعما كيفاش راح تكون لا رياكسيون تاع البروف وتاع والديه معاه ها كيفاش راح تكون وانت حليت تمرينات تزول البارح ولا لا نسيت كيفاش نسيت ربي نسيت كاع كيما الناس تنساوهاش ما عجبكش الحال لا يا بني عجبني الحال مانيش غير متحش تمرينات كول بيتان قرايه الدار تبدلت بالبزاف كيما بار اكزومبل حنا في وقتنا كنا نديرو تحيه العالم والنشيد الوطني زوج خطرات في السمانه نهار السبت يطلع العلم ونسمعو نشيد وطني نهار الخميس يهبط العلم ونسمعو نشيد وطني تو سامبلومون مي دوكا كل يوم تحيه العالم تجي تقرا مع صباح يطلعوا العلم وتسمع النشيد الوطني كملوا قرايه العشيه يهبطوا العلم وتسمع النشيد الوطني يبدا النشيد الوطني هذاك غير يدور في راسك وين تروح تسمعه يا زاح قسما بالنازع ذات البحر قاس ودمع الزكيات طيرات سي با علاش دارو النشيد الوطني كل يوم بالك باسكو الناس كرهت ولا تحرج غير تحرق يا خو مسقط قاعده في البلاد انا كرهت حياتي لا خدمه لا زواج نهار كنت لي شاد الحيط يا خو انا نروح نحرق ومعليش ياكلني الحوت وما ياكلنيش الدود حنا في وقتنا واحد كي كان يحب وحده يدير بزاف حوايج على جالها بار اكزومبل يوش الاسماء في يدو اسمع شحال طويل مي ما قريتو نحبك فاطمة الزهراء وندير على جالك كلش ولا يكتب لها برية وقصيدة شعرية أنا بحر عليا وانتي لا آهاي ما أدري ما أدري
ساعات تبان لي عقليه نحط راسي في الراي واش بيت دوستين نحط راسي في الراي وهذا الشيء كامل وما يقولهاش بلي يحبها مي فوقتنا هذا ما شكيت بلي كاين واحد يدير هذا الشيء كامل على جال وحده جوبونس با والحاجه اللي ما فهمتهاش كثر في الدخول المدرسي في الجزائر ولا بليطو القرايه في الجزائر علاش طفل صغير كيكون في البريمير يعطولو بزاف الادوات يولي عنده قنجه كرطاب اضرك واحد في الليسي عنده ادوات غير شويه عنده كرطاب غير صغير نورمالمون لا لوجيك تقول بلي واحد صغير يرفد غير شويه وواحد كبير يرفد بزاف واذا هضرت على البنات هذيك حاجه كاع واحد اخرى ومنداوش دخلك Et puis le cartable c'est trop chelou. Le sac c'est très pratique. Notre dernier défait couluche. On s'en fout. Mais bon, me disais fouche le bonnet, t'as pu te faire comme un combat. Gru gru gru. On sait que t'as dit 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 que يعطيك الصحة أخو يا أخو ما عندك ستيلو ولا غنسد المقلمة ديالي في الدار يعطيك الصحة أخو أنت لي زون أنت لي زون ميرسي يا أخو والله خاصني صومي لا يمشي ورا بون صافي نقول لكم دخل المدرسة موفق بون كوراج وما تنساوش اقراو وشدوا في قرايتكم باسكو القراية اللي تنفعكم واش كملت قرايتك جيت فريمي علينا زعما كونكو أنا قاري وفريتها مازال عايش هذا وما تنساوش هاد لا فيديو سي جوست بور لو بليزير اما لا بارطاجيو هاد البليزير مع حبابكم مع صحابكم مع لا فامي تاعكم اه يا بارطاجي 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 ان لم تبارطاجي هاد لا فيديو فاعلم ان حبك للدراسة منعك بيس او بيبي it's time to say goodbye